اتبع نظام تجاه مدينة اللاذقية سياسة التقسيم والحواجز، حيث توزعت الحواجز التي تشرع عليها عصابات الأمن والشبيحة في معظم أحياء اللاذقية، في غاية إلى تقطيع أوصال المدينة ومحاولة السيطرة على الثورة بداخلها. حيث يظهر هنا حاجز الجامعة ووقوف السيارات للتفتيش عليه، وحواجز الرمل الجنوبي التي يقوم النظام باعتقال الشبان عشوائيا من خلال مرورهم عبرها. إلا أنه رغم كل هذا التشجيع الأمني لم يستسلم أهل اللاذقية أو يتراجعوا عن ثورتهم، بل كانت دافعا لهم ليقفوا صفا منيعا ويجابه النظام بكل ما أوتوا من قوة ليتخلصوا من عصابة نهبت خيرات بلادهم وقتلت أهلهم واعتقلت شبابهم. هل تقامت قوات الأمن وعصابات الشبيحة في مداهمة منزل الشيخ عماد طريفي إمام خطيب مسجد بساتين الريحان كما قاموا بتجسيد ما فيه من أثار؟ وقامت قوات الأمن مدعومة بالشبيحة باعتقال الشاب محمد كالاغا عن عمر 21 عاما، حيث جرى اعتقاله من أحد حواجز الرمل الجنوبي. وقامت ثلاث سيارات تابعة لقوات الأمن والشبيحة باعتقال عدة أشخاص بشارع الكورنيش الجنوبي قرب مقام الجغنون. كما نزف إليكم نبأ استشهاد الشاب مهند عيسى ابن اللاذقية وهو من حي مشروع صطيبة، استشهد في حلب في شارع سليمان الحلبي. يذكر أنه ترك عمله وحياته في قبرص والتحق بركب الثورة. وبالانتقال إلى ريفنا الصامد، يظهر هنا حجم الحرائق وألسنة النيران التي تلتهم الأحراش والأراضي الزراعية على الحدود السورية التركية جراء قصف النظام لقرى جبل تركمان بالبراميل المتفجرة والقذائف. كما رصد تحقيق للطيران المروحي في سماء جبل الأكراد فوق قرية سلمى، وجرى قصف من مروحيات النظام الأسدي استهدف قرية قنطرة في جبل تركمان. ونزف لكم نبأ استشهاد الشاب شعبان ملا حسن جراء قصف طائرات النظام المروحية على قرية القنطرة وهو من قرية أم الطيور. كما نزف لكم نبأ استشهاد الشاب البطل نبيل زينو عن عمر 24 عاما وهو من سكان قرية دوريم. يذكر أنه استشهد في أحد المشافي على الحدود السورية التركية بعد إصابته بالاشتباكات التي دارت عند حاجز اليونسية منذ عدة أيام. وجرت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر وعصابات الأسد عند سد بلوران. كما يظهر هنا حجم الدمار الذي خلفه قصف الطيران على مصيف سلمى في جبل الأكراد. ونزف لكم باستشهاد ابن اللاذقية محمد ديبو في مدينة دوما بريف دمشق. ويظهر هنا عدد من أفراد الجيش السوري الحر في ريف اللاذقية وهم يقومون بإسعاف أحد الجرحى جراء الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوري الحر وعصابة الأسد في قرية تنسبة في ريف اللاذقية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام تقريرنا لهذا اليوم الاثنين الأول من شهر تشرين الأول لعام 2012. كان معكم عبد الرحمن اللاذقاني من شبكة أخبار اللاذقية.